اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. واصل حواري مع ضيفي العزيزين فضيله الحبيب علي الجفري وفضيله الدكتور اسامه الازهري. انهيت قبل الفاصل بسؤال سيدي حضرتك، هو الملحد مرتد؟ طب المرتد عندنا في الشريعه الاسلاميه انه يقتل؟ طيب حضرتك كنت بتقابلهم علشان تهديهم وهذا هدف الحلقات؟ اولا المسألة أعمق بكثير من الوقوف عند حكم فرعي فقهي. نعم. هذا الحكم الفرعي الفقهي اختلف في توصيفه حتى. أهو حد ذاتي يتعلق بسبب ترك الإسلام؟ أم أنه حد يتعلق بما يخل بما يسمى اليوم بالأمن المجتمعي؟ نعم. فهناك فرق بين قتل المرتد لكونه اختار أن يترك الإسلام، وقتل المرتد الذي في ردته عمل ونشاط يؤدي إلى الإخلال بالمجتمع ويهدد السلم المجتمعي أو يستدعي تدخلات من خارج المجتمع. لكن أولا الفقير إلى الله تعالى في الجزء الثاني من الإجابة من سؤالك، الجزء الأول من سؤالك، لكن الجزء الثاني من الإجابة أحاول أن أقسمها. إلى الآن بالرغم من كثرة من جالست من الشباب الذين يعتبرون أنفسهم من الملحدين، أي لم أقابل ملحدا حقيقيا بالمعنى الذي ينطبق على الملحد. قابلت أكثر من 100 شاب ملحد. نعم. وتحاورنا كثيرا. ما تذكر أني وجدت واحدا يمكن أن نسميه ملحدا بالمعنى الحقيقي. هو يقول أنا ملحد وأنكر وجود الله وفيهم من يتطاول ويخرج عن حد مجرد الفكر. الذين جلست معهم وآخرهم، يعني من سعيت بمجالستهم بالبارحة بالأمس، هم كغيرهم هؤلاء الشباب من أصحاب القناعات الأخرى من حيث أنهم ليسوا سواء. نعم. فكان في المجموعة التي جلست معها من له اهتمام وتركيز على القواعد العقلية، بمعنى المنطق والفلسفة والتعامل مع إعمال القواعد العقلية في الفلسفة، فتتكلم معهم بمستوى معين فيه تدقيق. اختلفت أو اتفقت معهم لكن هناك خط واضح من البحث، وهؤلاء أقل في الحقيقة. نعم. يعني أقل كثيرا من غيرهم. هناك نوع آخر لديه استشكالات، إما في الأحكام الشرعية وبعضها أو في النقل لتاريخنا من لدن السيرة إلى اليوم، ما فهم لماذا تزوج النبي من زينب، وهذا ما تم شرحه في الحلقة، وغيرها من الأمثلة. وقسم ثالث ليس له تركيز في هذه الأمور، وإنما لديه مشكلة تراكمات سخط وغضب من وضع المجتمع، من حاله، من التعامل الذي يتعامل به معه، تطبيق الواقع على الدين. أحسنت. نعم. فهو يجعل هذا المنهج التدميري الإقصائي الذي يراه في المجتمع، ليس فقط في من ينتسبون إلى الدين والعلم. نعم. المجتمع الذي يرفض التنوع. يعني أحد الشباب تألمت كثير لأنه حسب ما أخبرني لم يشتغل بنشر كلام بذيء عن الدين، لكن عبر في صفحته في الفيسبوك عن أنه يعني اختار أن لا يؤمن. فتلقي من شباب في المدرسة وطعن بالسكين في يعني في يده. نعم. يقول إن أحد الذين طعنوني كنت أحاول أن أدعو إلى الصلاة قبل أن أترك الإيمان، وكان يرفض يذهب للحشيش. يعني هذا النوع من التعامل أعطى هذا الكثير من الشباب، حتى من الآخرين الذين وصلوا لبحث المنطقي أو الذين لديهم استشكالات تاريخية أو أحكام فقهية، أوصلهم إلى الشعور بأن هذا المجتمع مغسول اليد منه، وتوهموا أنه لا يمكن إصلاح المجتمع إلا بالتخلص من الدين. فبدأوا يتلقفون أو يقعون في شباك أطروحات رجل على رأس من يسمون اليوم بالملحدين الجدد، على قياس المحافظين الجدد. وهم مجموعة فيهم علماء مادة، وفيهم من يعني حاموا حول شاطئ الفلسفة، يصعب أن نقول عليهم فلاسفة، لكنهم عوضا عن أن يشتغلوا بتخصصاتهم من علم المادة وغيرها، اشتغلوا بالترويج للإلحاد بمحاولة قصر المجتمعات على التوجه نحو الإلحاد. فقادوا موجة جديدة في الغرب، الموجة هذه وصلت تردداتها إلينا، لا سيما بعد أن ترجمت كتب لريتشارد دوكنز رأس هذه الحربة إلى اللغة العربية. هذه الكتب يعني سامحني من يسمعني، منحاها الأخلاقي والحواري الجدلي يشعرني بالغثيان. يعني أنا آسف على العبارة هذا، لكن فوجئت لما قرأت لبعض كبار العلماء التجريبيين
أنهم يوافقون على نفس الكلام الذي أقوله، وجدتهم يؤيدون ذلك. على سبيل المثال أحد الفيزيائيين المعروفين مايكل روس يقول، يعني كتبت سابقا أن كتاب وهم الإله ريتشارد دوكنز جعلني أشعر بالخجل من كوني ملحدا. يعني هذا عالم فيزيائي ملحد، خجلان من كتاب دوكنز، يقول يعني خلاني أشعر بالخجل من كوني ملحدا. هذا بيتر هيجز الفيزيائي العالمي العظيم المشهور في عصرنا، وهو ملحد، صاحب جسيم هيجز، بالضبط صاحب جسيم هيجز الحاصل على جائزة نوبل في العلوم، يقول يعني دوكنز يركز هجماته على الأصوليين، ودوكنز نفسه أصولي متشدد بطريقة أخرى، ثم يعرض الرد على بعض الأكاذيب. يقول هم يزعمون أن العلماء المادة التجريبيين يصلون إلى الإلحاد، أن الاكتشافات العلمية، أن العلم التجريبي بالضرورة يقود إلى الإلحاد. لكن يعني نظرنا فريق الإعداد فوجدوا أن 100 سنة من جائزة نوبل 65% من علماء التجريبيين الذين أخذوها يؤمنون بوجود الإله على مدى 100 سنة الماضية إلى 2010. نعم. أيضا يقول هيجز صاحب جسيم هيجز، يقول لست مؤمنا لخلفيتي العائلية وليس لعدم إمكان التوفيق بين العلم والإيمان. الشاهد من هذا الذي أقوله أن الشباب تلقفوا المنهج المعوج الذي يعني طرحه دوكنز، وهو كعالم أحياء نحترمه جدا كعالم أحياء، لكن لما أقحم نفسه في الفلسفة وليس من أهلها، وأحيانا في الفيزياء وفي غيرها، وترك معمله ومخبره ومجال تخصصه في كثير من الأوقات ليضيع وقته في قيادة حملة الإلحاد، أطروحاته صادفت عند الشباب شعورا بأن بتعزيز الثورة على المجتمع. في الحقيقة عند المجالسة المدققة لاحظ أن الكثير من الشباب الذين جلست معهم ليست مشكلتهم مع حقيقة الدين، مشكلتهم ما ظنوه دينا فيما رأوه في المجتمع، ثم قرأوه بعد ذلك في كتب الدين بعين ما طبق في المجتمع. والحقيقة أن ما ظنوه دينا أنا أبرأ إلى الله تعالى منه، أنا كافر بما ظنوه أنه الإسلام. الإسلام شيء مختلف عن الشيء الذي رأوه. فلما وجدوا أنهم ظلموا مجتمعيا، ابتداء بالمظلومية التي شاركهم فيها عموم شبابنا الذين لا يجدون تعليما حقيقيا، لا يجدون عدالة اجتماعية، لا يجدون احترام لإنسانيتهم، لا يجدون مشاركة، ليس هناك أفق في الآمال الجيدة، ويرون احترام إنسانية الإنسان ولو في بعض جوانبها في المجتمع الغربي ما بعد الحداثي. هؤلاء الشباب وجدوا في المنهجية التي طرحها دوكنز آلية ثورة، ولكن الثورة الجديدة والتمرد الجديد جاء على ما ظنوه دينا مما تسبب فيما هم فيه. هذا الكلام بعد مجالسات طويلة جعلني أحترم هؤلاء الشباب أكثر، ليست قضية شفقة، نعم يعني لا شك أني أشفق على المصيبة التي نزلت، لكن لا، القضية احترام، لأن هؤلاء الشباب رفضوا وتمردوا على باطل ظنوه الإسلام. نعم. فأنت تشاركهم رفض هذا الباطل، هذا المشترك. نعم. وهم ثوريين في هذه الحالة، لكن الذي جنح منهم إلى التهجم على الإسلام، إلى التهجم بمعنى ليس الطرح الفكري، لا، التهجم السب والشتم للذات العلية، الحق سبحانه وتعالى، أو الاستفزاز والخطأ في مقدس أنا أؤمن بالضبط جانب الجناب النووي القرآن الكريم، واحد يقطع المصحف، كنت مطالبنا حضرتك أن أنا ما مسوش وما اقتربش منه هو كشخص، فكيف أقبل أن يقترب من المقدس؟ الله يفتح عليك. نعم. الشيء الذي يغيب عن كثير من الناس، وهذا الأمر مستورد من حضارة ما بعد الحداثة وثقافة ما بعد الحداثة، أن هناك اعتبارات متعددة بالنسبة لي وللمؤمن، أن حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وكتابه أعظم عندنا من حبنا لأنفسنا ولأبائنا ولأمهاتنا ولكل الوجود. تخيل أحد يقع في عرض، يعني احترامي لوالدتك، كيف يمكن أن تتقبل هذا؟ يعني كيف ستكون ردة الفعل لو إنسان مشى في الشارع وجاء من يسب أمه في عرضها، أو يعني يتهم أباه بأسوأ الاتهامات؟ لا شك أنه لن يتحمل.
فلا يتوقع الشباب الثائر على الإقصائيين والظلمة والثائر على الاعتداء على مستقبلهم أنهم إذا تعدوا على مقدسات الناس أن يسكت الناس عليهم. طبعا أنا لا أدعو إلى الاستياء طبعا. أو التعدي عليهم، لكن هذا الشيء متوقع. ووهم أن هناك شيء اسمه الحرية المطلقة في التعبير عن الرأي، هذا بعيد عن الحقيقة. لا توجد دولة في العالم إلا ولديها خطوط حمراء في التعبير عن الرأي. أمريكا في دستورها تمنع أن يكون من ضمن التعبير عن الرأي الكراهية. فرنسا وبريطانيا اللاسامية، وفرنسا أضافت إليها مسألة الأرمن. أكثر من ذلك الدول الإسكندنافية التي منها الدنمارك عندهم مادة في قانونهم في الدنمارك، اطلعت عليها لما ذهبت إلى هناك في أيام الرسوم الموسية، تنص على عقوبة من يمدح النازية، يعني الذي له رأي يؤيد ذلك الفكر، بل من يرفع يده ليقول هاي هتلر يعاقب، يعني عليه عقوبة قانونية. نعم. إذن لكل بلاد خطوطها الحمراء المتعلقة بالتعبير عن الرأي. نحن في مجتمعاتنا المسلمة خطوطنا الحمراء مقدساتنا. عبر عن رأيك في فكر، في محتوى، ولو في الدين، لكن أن يتحول إلى التعدي هذا غير مقبول، أيضا هو غير أخلاقي. نعم. إذا كان منحاك منحى أخلاقي. هذه تقريبا، سامحوني إذا أني أطلت جزء الأصدقاء أنت بتضلل عليهم بإيه؟ كلمة أصدقاء. كلمة صديق مأخوذة عند العرب من الصدق، أي من تكون العلاقة بينك وبينه قائمة على الصدق. نعم. وأرجو من الله أن تكون الصلة بيننا وبين هؤلاء الشباب الذين أحترمهم لا مجاملة ولا محاولة لاستمالتهم، لا، هم ذوات الله عز وجل خالقها، وفيهم سر النفخة الإلهية. فتعظيمي لربي يقتضي أدبي مع من خلق، مع إنسانية هذا الإنسان. أرجو أن أكون صادقا معهم، ولهذا قلت صديقي. هل حضرتك كنت عايز في نهاية الحلقات تصل إلى نتائج، يعني تجني الثمار؟ بدون شك ولا مواربة، أرجو من فضل الله أن تكون هناك يعني جني ثمرات، لكن الهدف الأعمق، أو إن صح التعبير الهدف الواقعي أكثر من هذه الحلقات، هو طرح مفاتيح. نعم. بمعنى محاولة طرح أسئلة في صورة إجابات أو مفاتيح، يمكن إذا أحب من يطالعها من الشباب أن تبني لديه بحثا آخر، أو تفتح أبوابا من البحث الآخر. لأني أثق أن الإنسان الذي يبحث بجدية ومحاولة وصول إلى الحق ويحاول يمتلك أدوات البحث، إن من الإشكالات التي عندنا ليست فقط في الشباب الملحد، حتى في المتدينين لدينا مشكلة عامة في مجتمعنا، وربما يعرج عليها سيدي أسامة بعد ذلك، وهي مشكلة افتقاد أدوات الاستدلال والنظر. نعم. منهجية البحث العلمي في الاستدلال العقلي والنظر، هذه اليوم تكاد تكون منعدمة في مناهج التعليم العام عندنا، بل منعدمة في أكثر المدارس الشرعية عندنا، إلا بعض متون تحفظ لكن تفعيلها في الواقع. هذا إذا أقيم بين شبابنا فليبحثوا كما شاءوا. عصر الانغلاق انتهى، عصر الحجب انتهى، قل نعم. سيروا في الأرض فانظروا. عشان كده السادة المشاهدين هتلاقوا في الحلقات دي، وموجود على حيبقى موقع البرنامج وموقع سيدي الحبيب علي الجفري، حيبقى موجود دايما مراجع. نعم. اللي عايز يستزيد، اللي عايز يقرأ أكتر، بنرشح له مجموعة من المراجع يعود إليه. حد بعت لي بيقول لي غياب تدريس أو التعريف، الأستاذة إيمان، غياب تدريس أو التعريف بالمنهج العلمي الديني في دراسة المحيط موضوع مهم جدا، لأنك لما تسأل هؤلاء الشباب الملحد أبسط رد هو أنهم بيقتنعوا بعلوم الفيزياء وقوانينها العلمية لتحليل ودراسة كل شيء. يعني اسمح لي بتعليق سريع طبعا. في هذه المسألة كنت وقفت على كلام غاية في الأهمية للبروفيسور آلان لايتمان الذي هو أستاذ في معهد MIT في الولايات المتحدة، فيزيائي، يقول العلم ليس هو السبيل الوحيد، يعني بذلك العلم التجريبي المادي ليس هو السبيل الوحيد للمعرفة. نعم. يعني وهذا لوصل بكلام مولانا الشيخ أسامة قبل قليل أو قبل الفاصل في كلامه عن أن مصادر المعرفة هي محل الإشكال. نعم. في الغرب جاءت موجة بعد حصول مرحلة ما بعد الثورة التنويرية وأحداثها والاكتشافات العلمية الضخمة، حصل فيها اغترار في نفوس كثير من العلماء التجريبيين مع ردة الفعل على مشاكلهم مع الكنيسة التي منعتهم من البحث في أوروبا، فصار عندهم تفكير بأن مصادر المعرفة المتعلقة بالأدلة العقلية وصلتها بالفلسفة شيء تافه لا يلتفت إليه. حتى من المتأخرين الفيزيائي الكبير المعروف ستيفن هوكينج يقول ماتت الفلسفة، يقول بموت الفلسفة وأننا نحن محل الفلاسفة اليوم.
لكن هناك من هم لا يقلون عنهم ثقلا في العلوم التجريبية، كانوا أقل كبرا يعني أكثر تواضعا منهم. منهم هذا البروفيسور يقول ماذا؟ العلم ليس هو السبيل الوحيد للمعرفة، أي العلم التجريبي، فهناك أسئلة خارج نطاق العلم. ويقول العلم أي التجريبي لا يمكنه البرهنة، العلم لا يمكنه البرهنة تجريبيا على معنى حياتنا. يقول لا يمكنني البرهنة على يقول العلم لا يمكنه معرفة ما الذي خلق الكون. يقول ليس للعلم ثمة وسيلة لمعرفة ما إذا كان الله موجودا أم لا. هذا كلام خطير من فيزيائي كبير. نعم. يعني بمعنى أن آلات أو مصادر المعرفة للاستدلال على وجود الخالق سبحانه وتعالى أو من يريد أن يستدل على وجود عدمه لا يمكن أن يكون العلم التجريبي هو المصدر فيها. يرى أن هناك علوم عقلية أخرى هي التي تعمل في هذا المجال. طيب هتسمحوا لي ناخد بعض التليفونات وارجع للهاشتاج. معايا الأستاذ محمد شعبان من القاهرة. أهلا أستاذ محمد. مساء الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. مساء طيب بحضرتك بخير. رمضان وتحياتي لحضرتك وسيد الحبيب علي الجفري والشيخ العالم الجليل الدكتور أسامة الأزهري. حياك الله وبارك فيك. وفي عجلة شديدة عشان وقت حضرتكم الثمين، يعني أنتم المثلث بعد الله الذي غير حياتي من فشل لنجاح، من سكر، من بني آدم سكر وعربدة طول الليل إلى قيام الليل، من جاهل بوطن عريق مثل مصر إلى عشق بجنون لتربلة، باختصار من شاب تافه لمدة 36 سنة إلى مخلوق جديد عمره كم يوم. وأريد من خلال منبركم الجليل هذا ثلاث أشياء هما الأسف إلى الله بجد وبجد والوطن والناس وكل من يسمعني. الشيء اللي احنا فاقدينه اني تقعد مع النفس. انا قعدت مع نفسي يوم 2/3/2013 وخدت معاهدة عليها ان كده خلاص انا كنت حياتي فاشلة. صنعت حلاوة ولذة ايمان بايدي وقربتني من الله بجد. وكتبت كلمتين يا استاذ خيري، يعني نفسي اقولهم للحبيب علي الجفري ان انا بحبه حب روحاني، بحبه هو الدكتور اسامه بأمانة الله احسن واعظم برنامج اتفرجت عليه. وينفع خيري بس دقيقه واحده اقول كلمتين؟ اتفضل. معلش اتفضل. كتبت بس كلمتين بقول فيهم: هل يجوز الاعتذار قبل عرضي على الجبار واتعرض لعذاب النار على ما فعلت من اوزار اساسها الجهل بالافكار وعدم سنه المختار، أتقدم بالأسف المبين لله رب العالمين ولأهل بلد الطيبين والوطن والناس أجمعين، من شب عقله صار فأرسل للنفس إنذار واستقصل القلب الغبار وهدمت الروح الجدار فانهار وسقط النظام وأعلن الجسد الاستقرار فسالت الدموع أنهار فرحا وحبا وانبهار بالثورة وبأعظم ثوار اتحدوا بميدان الأحرار فهل تقبل الأخيار بتحريري من الأوزار؟ أتمنى من الله الغفار تقبلوا أسفي والاعتذار. وهي هنا الدلالة أن أنا نفسي الناس كلها تسمحني، أنا كنت فاشل فهتسمحوا لي بيوم زي ليلة مباركة ربنا هيبص لنا فيها في أول رمضان ونتقبلوا أسفي وابتدي حياة جديدة. أنا كل أمل أقف قدام ربنا أقول له أنا آسف. طب هل لعبتها تسامحني؟ هل يجوز ليا إنهم يسامحوني وأنا حي فرزك ما بينهم؟ تاني نقطة معلش أنا طولت على حضرتك آسف. أنا مستمتع بمكالمتك براحتك. ربنا يخليك يا فندم. إحنا يا فندم من يوم 2/3/2013 زي ما قلت لحضرتك يا فندم انعكست الرؤية دي على المجتمع اللي حواليا في القرية. فالجهل مليء بينا من حوالينا حتى المتعلمين. احنا قرية بلا خدمات ولا مرافق واصلا الحكومة ترشح لنا حاجة وملناش طريق. المشكلتنا ان احنا اصلا كمان ملناش طريق، يعني الطريق حتى البنادمين تمشي فيه ملهوش. فاشتكيت وعملت كتير وجريت كتير واخيرا السيد المحافظ جه عندنا وامر ان هيتعمل لنا طريق وعملنا ونشأنا والحمد لله. بس بناشد الدكتور علي ان في الايام المفترضة من يوم 8/10/2013 قلت لنا هيبقى لكم طريق وسجلت هذا في محضر رسمي يوم 23/3/2013 بإنشاء الطريق ومضينا على المحضر ده في المحافظة. وحياة الأيام المفترضة يا دكتور علي اعمل لنا الطريق.
احنا تعبنا من مروح المحافظه رايح جاي، ناس عندها 90 سنه بتروح وبترجع. تاني حاجه استاذ خير معلش برضه، انا اسف ان انا عملنا جمعيه كده صغيره، جمعيه خيريه نساعد بعضنا. معايا سوري؟ سامعك. عملنا جمعيه كده نساعد بها بعضنا، بدل الحكومه مش قادرين نوصل لها فنساعد بعضنا، ان هي بتبتدي بجنيه لحد 10 جنيه لمها كل شهر. احنا عندنا ناس على قد حالها يعني، اصلا ما فيش باب رزق ليهم، ربنا اللي عالم رزقهم بيجي ازاي اصلا. ممكن ناس تاكل تجوع طقتين وتاكل طقه واحده عندنا. فعملنا جمعيه، والجمعيه ديت الحمد لله الناس لمست، شغال على ارض ملموسه. في حاله وفاه بتلاقي الجمعيه بقى بقى لها 3 اشهر، بس قابلتها كذا موقف والجمعيه سدت الحمد لله رب العالمين، وما احتاجناش لاي حد. فاضل معانا 160 جنيه احنا على قدنا وعلى قد حالنا ومش عايزين حاجه، احنا عايزين نديهم لمصر، هم دول اللي موجودين معانا واحنا بنتبرع بيهم لحساب 2037037 تحيا مصر. الله يكرمك. احنا بنحب بلدنا حتى لو ما عملتش لنا حاجه احنا بنحبها. هتعمل لكم ان شاء الله. وهنقدمها ليهم. هتعمل لكم يا استاذ محمد، بشكرك. وانا مخلي المكالمه دي يا فندم مرآه عكسه ليا قدام حياتي في حياتي طول حياتي، ان انا عاهدت ربنا وعاهدتكم وعاهدت الناس واتاسفت، وانتم كلكم هتشهدوا على كده يوم القيامه ان انا مش هغلط تاني، وده هتبقى مرآه عكسيه قدام نفسي ان شاء الله. اسد فاضل زي حالك، ربنا يحفظك. بشكرك يا استاذ محمد. استاذه اسماء من الشرقيه، اهلا وسهلا. استاذه اسماء مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا. انا وحضرتك وحضرتك بخير وصحه، بخير والعالم كله يا سيد الموده والرحمه. يا رب يا رب، اتفضلي. بالنسبه يا استاذ خيري للملحدين هذه الايام، والله يعني الواحد بيسمع حاجات غريبه بيرجع لبعض. التليفون بيقطع شويه، شبكات المحمول مخسعه معانا شويه، معلش. طيب الأستاذة منى من القاهرة، أهلا وسهلا. أستاذة منى، أستاذة منى قطعت. طب أستاذ سيد. أيوة، مع سيادتك. أهلا يا أستاذ سيد. أستاذ خيري، أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ خيري. مساء الخير عليك. أنا الدكتور سيد ضماطي، واخد دكتوراه في الكيمياء من جامعة لندن. أهلا وسهلا يا دكتور سيد. يا ريت تقفل صوت التلفزيون يا دكتور سيد. ايوه ايوه حاضر. انا درست في موضوع الوحدانيه ده كويس جدا. تمام. وصلت ل يعني معلومات جيده جدا تفيد بوحدانيه الله، واصبح دلوقتي عندي معلومات عن ان الـ 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 العلم التجريبي قدرنا نوصل بيه لان نقول لا اله الا الله. واخد بال حضرتك؟ تمام. الأجانب، وأنا كنت في معمل كبير جدا وجامعة كبيرة جدا في جامعة لندن، وصلوا الأجانب، وكان من ضمنهم أسسة بيشتغلوا معانا، وصلوا لأن وجود الكون ده لا يمكن أن يتأتى عن طريق الصدفة زي داروين ما بيقول، لأن الصدفة ملهاش القدرة إنها تنتج وحدة الخلية الحية، لأن دقة الصدفة تساوي 1 على مليون، في حين دقة الخلق عايز 1 على المليارات. فاتضح من النتيجة دهيا ان لازم يكون في خالق لهذا الكون، والخالق ده هو اللي بيدي الدقة اللي اكتر من الصدفة مليار المليار من المرات عشان يخلق المادة الحية. فدي من ضمن والناس هناك قالوا لا اله الا الله، القصص كلهم والملحدين اللي هناك باجماع الاراء ساعة ما اتنشر البحث ده قالوا كلهم لا اله الا الله، ان في اله واحد هو اللي خلق الكون. لا اله الا الله. الحاجة الثانية المهمة جدا برضو، ان اخر ابحاث الذرية في تركيب الذرة لقوا ان كل المواد اللي موجودة في الكون معمولة من مادة النور. النور. جسيمات النور اللي اسمها فوتونات. ايوه. الفوتونات ده هي اللي كونت جميع انواع الذرات عن طريق تكاثف مادة الفوتون مع بعضها، قدرت تطلع كل أنواع الذرات اللي موجودة في الكون، واللي كونت كل الأجسام وكل الكائنات اللي موجودة في الكون. فالكون ده معمول من مادة النور، يعني أنت لو كسرت المادة ترجع تتحول لنور تاني، يعني لو مسكت أي حاجة حرقتها تتحول لنور وتتلاشى.
تمام حضرتك. يا دكتور سيد احنا لازم نشرف بلقائك في مره ان شاء الله، احنا في رمضان بقى يعني خلال رمضان احنا اجازه، هتبقى بس لحظه سكون ان شاء الله تشرفنا ممكن في حلقه ونتكلم عن ده. الاستاذ محمود القاهره، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ محمود، اتفضل يا فندم. السلام عليكم الاول، وعليكم السلام، كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وانت طيب. عافيه وسلامه. احب احيي بس سيدي وحبيبي الدكتور رحيم علي الجسري. لست دكتورا، حياك الله وبارك السلام. الله فيك. أهلاً ولست دكتورا. اهلا وسهلا. طبعا انا متابع حضرتك جدا ومتابع دكتور اسامه، ربنا يخليك. والاستاذ خير يشكر ان هو بيجيب حضراتكم لينا كشباب. ده بيكرموني الله يحفظك. نعم. عمري 32 سنه. حبيب علي الجسري يتكلم عن بعض الشباب الملحد. انا احب بس اشير ان في شباب داخليا ملحد ولكن يظهر الايمان بعد الضرب اللي حصل لظهور الاسلاميين على الساحه. اسال سؤال واحد بس. اتفضل. ربنا قال وكل شيء احصيناه في امام مبين، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. وليه ما بندورش عن الامام المبين؟ ربنا قال وكل شيء احصيناه في امام مبين. نعم. هل المشكله هتبقى عندنا ولا لما نجد الامام هيحل المشاكل؟ دي نمره واحد. نمره اثنين، ليه اي حد بيطلع يتكلم عن علوم اهل البيت وهم لهم الصداره في العلوم ينسب له التشيع فورا؟ ليه الناس ما بتدورش علوم اهل البيت؟ موجود الامام علي وليه نهج البلاغه فيه كتبه، موجود العلوم فضيلة الحبيب علي الجسري، يوجد علوم غير العلوم التجريبية. ربنا قال أوتي في صدور الذين آمنوا علوم منقولة حيا عن حي، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أحب أسمع. حاضر، بشكرك جدا، بشكرك جدا. جمهورنا مثقف قوي ما شاء الله يعني ومطلع. هستأذنكم فيما تبقى بسرعة، هقول لكم الرسائل. نزيه بيقول للحبيب علي الجفري والدكتور أسامة ربنا يبارك فيكم ويكتر من أمثالكم. مصطفى مسعد، لقد زاد عشقي لرمضان بعد توصيفك ووصفك فيه، يا رب زيدوا علما وخشوعا. إلى الشيخ الجليل أسامة الأزهري. الله يحفظك. أحمد أفندي، الحبيب علي الجفري ده راجل أنا بحبه في الله. أحمد دو، سؤال مهم أرجو ما تنساش الله. للحبيب، نبغي نعرف أكثر عن لقائه مع الملحدين يوم الأربعاء في الحسين وصوره مع البنات. يوسف بن علي المراكبي، استاذ خيري قول للحبيب المحبوب الجفري محبه من داغستان يتابع جميع حلقاته بشغف وينتظرها، واساله الدعاء لي. نور عيد، الاحساس بالهدوء وارتياح القلب يعطي ايمان باني على الطريق الصحيح بحياتي وبافكاري. ضحى الرفاعي، امي حفظها الله، تقول الحبيب علي الجفري والشيخ اسامه الازهري والاستاذ معز مسعود شباب بيفتحوا العين من العمى، الله يحفظهم. محمد، لا أعرف فكرة البرنامج لكني أحس فعلا أنني في أمس الحاجة له في هذا الشهر المبارك. نمير بيقول رأي محاورة الملحدين في الغرف المغلقة مخافة نشر الشبهات رأي نجل العلماء، لكن تقديرنا أن الأمر خرج عن هذه المرحلة. تماما. أنور مصطفى، مش هقدر أقول لك غير جزاك الله خير وأنت خير مثال للدعاية الإسلامي. بلال عبد الله، ربنا سبحانه وتعالى هو خلق كل شيء، بس إزاي موجود اصلا؟ السؤال ده عندي من زمان قوي بس لا اجابه. انا كمسلم بعدم وجود اجابه، انا مش لا اتكيف، الجمله مش واضحه قوي. انا غير مسلم يمكن بعدم وجود، لا هي الصياغه تكيفت كمسلمه فما فهمتش. عبد الرحمن الشريف، جايز هو نفس السؤال، شاب برتغالي لا ديني منذ ولادته، يقول انتم تقولون ان الرب ليس قبله شيء وليس له مجد، اوجده فهل موجد الإله؟ ليس له موجد، يمكن خطأ في العبارة. أيوة نعم، موجد أوجده، فهل الإله أوجد نفسه؟ فكيف يجاب عليه سيد الدكتور أسامة؟ أولا كل ما سمعناه من الاتصالات والمداخلات الكريمة وكل التعليقات التي قرأتها حضرتك لها خالص التقدير والتحية. طب سيدي انا اسف، قول لي بس انا عارف انك رحيم معانا تليفون بقاله فتره أوي. فلا اريد ان ادخل عليا. سيده سحر من مصر الجديده، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. انا اسف انك فضلت على التليفون شويه، انا اسف. لا ولا يهمك، انا بكلمك عشان انا عارفه ان انت بتحب الحق وما بتحبش اي حد حاجه تحصل ظلم، فانا قلت اكلمك ويبقى بلغ لوزير الداخليه
علشان اللي بيحصل ده حرام. هو ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ هقول لحضرتك دلوقتي. انا طبعا انا مش هقول انا مرات مين علشان ما يحصل لناش مشاكل. تمام. دلوقتي كل المحلات اللي في مصر الجديده، انا مش هقول المكان بالضبط، بس اللي هم بيبيعوا حاجات رمضان دلوقتي، امناء الشرطه بيعملين علينا فرده، بيجوا ياخدوا شنط رمضان ويطلب عليها كمان حاجات زياده، ويجيب اهله وياخدوا. استاذه سحر، انا بستاذنك بس في حاجه، انا مصدقك بس هذا كلام مرسل. انا لو فتحت مش مرسل. طب ممكن ممكن اكمل وجهه نظري؟ اصل حضرتك ممكن تقولي كل حاجه في الوجود، وانا ما انا ما عنديش حقيقه، وانا مش بتكلم. ممكن ارد عليك، انا ما بقولش انك مش حقيقه، انا بطلب حضرتك تليفونك وانا هطلع اخد البيان. تليفوني مع حضرتك في الكنترول. طيب حاضر، انا اطلع اتاكد من الكلام اللي حضرتك بتقوليه ونبلغ وناخد اجراء، لان ممكن يبقى في شخص فاسد او اتنين. فكره التعميم علشان عندكم حل، في حد فرض اتاوه ولا ما اعرفش ايه الموضوع، دائما في دي زاويه واحده للرؤيه لا استطيع ان ابني عليه، ولا افضل هذا النوع من المكالمات يعني، خاصه عندما يتعلق بمصلحه شخصيه. نحن هنبحث في الامر وهتقولي لي فين، وهنبعت ونحقق ونشوف. وحضرتك يجب تنزلي تعملي بلاغ. السلبيه انك ما تعمليش بلاغ، انك تقفي وتكتفي بمكالمه التليفون. لا، روح القسم واعملي محضر، روحي وزاره الداخليه، هناك مقر للشكاوى، وان ما خدتيش حقك احنا معاكي. اعود اليك مره اخرى، وموضوع خرجنا من الموضوع. يعني حضرتك مشكورا، وعدتها بانه هتاخد حضرتك التليفون وتتابع الـ 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 الاشكاليه والفكره، واي انسان متعدي لابد من ان يقف عند حد. طبعا لا شك. نعم. ونسأل الله تعالى أن يلطف بالمسلمين أجمعين في هذه الأيام المباركة، وأن ينزل السكينة على مصر وعلى المسلمين في المشارق والمغارب وعلى البشرية والكون جميعا. كان سياق الكلام أنه ما وصلنا من المداخلات الكريمة ومن التعليقات اللي تفضلت حضرتك بقراءتها، يعني تشرح الصدر وتسر الخاطر، وخالص الشكر والتقدير للجميع. ايه التعليق اللي حضرتك عايز نتكلم عنه؟ السؤال ابتدي بالسؤال الشخص عبد الرحمن الشريف اللي بيتكلم عن شخص برتغالي، وهو له علاقه ببلال عبد الله، وهي اسئله في كتير. اذا كان الله موجود، من اوجده؟ جل جلال الله. هنا في مغالطه منطقيه، وكانوا بيقربوا الفكره بانه يقول ايه العالم، العلماء يقولوا ما قادك مثل الوهم. يعني انا اعيش في عالم قائم كله على أساس التوالد من أب وأم، على قانون السببية، فيحصل عندي انطباع أن قانون السببية لابد من أن ينطبق على كل شيء في الوجود، كل موجود لابد من أن يسبق بشيء. القانون ده يستقر ويسري في بعض الأمور ويتوقف في بعض الأمور. رب العالمين جل شأنه هو الذي صنع قانون السببية، هو الذي أقام الكون على هذا القانون، ونحن الآن نطالبه أن يطبق القانون على نفسه جل شلال الله عن ذلك. نعم. الله تعالى هو الموجد الذي أوجد الكون، وهو الذي أوجد هذه القوانين والأسباب، فلا يتصور أن تنطبق عليه هو الكون. الموجد هو المسبوق بعدم، هو الذي عند لحظة معينة انطلق وجوده وحصل الانفجار الأعظم وبدأ الكون. ما قبل ذلك لم يكن هناك كون، هناك موجد خارجي. لو كان هو الآخر له موجد يسبقه، فالموجد الذي يسبقه له موجد يسبقه، والموجد الذي يسبقه له موجد يسبقه، فستصل إلى نفس السؤال. وبدأ العلماء يقولون هذا الشيء يعرف عند العلماء بشيء اسمه التسلسل. وقضية التسلسل للعلماء عليها ثلاث أربع براهين تبطلها، وتقول إنه لا يمكن أن توجد إلا بنقطة انطلاق وبموجد أولي، منهم فلق كل شيء، من عنده انطلق وتحرك كل شيء. وإلا فلو تصورنا أنها بهذه الطريقة إلى الأبد لترتب على ذلك عدم وجود شيء من الأكوان، والكون موجود بالمشاهدة. يعني العلماء بيقولوا لو قدرنا أن الكون له موجد، وهذا الموجد له موجد، وهذا الموجد له موجد، وهذا الموجد له موجد، لابد من أن ننطلق أو نصل في النهاية إلى موجد كلي القدرة، لا سبب يسبقه في الخارج، هو رب العالمين. نعم. وكل هذه الوسائط لم تكن أبدا لم تكن موصوفة بوصف الألوهية الأمجد الأعز. نعم. بيقربها العلماء بفكرة إيه؟ لو نزلنا إلى عالم العرايس اللي بتتحرك بزنبلك
العروسة الصغيرة اللي بتدور بمفتاح أو ببطارية. العالم ده كل الأفراد من حوله لا يمكن أن تتحرك إلا ببطارية. فلو قلنا لهم ده في خارج هذا العالم في إنسان هو الذي صنعكم، وتصوروا أنه بيتحرك من غير بطارية، يتحرك بإرادة ذاتية، يقولوا مستحيل، مفيش، العالم كله حوالينا بيتحرك ببطارية، أكيد الإنسان ده برضو ليه بطارية بتحركه. ده حدود الإدراك، هو 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 هذا. فبدأوا يقولوا ما قادك مثل الوهم، يعني خلي بال حضرتك ما ألفته أنت من طريقة سريان الكون ووجوده لا يلزم أن تنطبق على الموجد الأول، وإلا ما كان موجدا، له خصوصية تخص، له وجود مقدس غير معلل بموجد سابق. ومولانا يتفضل، يعني يبنى على كلام مولانا، يعني والكلام الذي سأقول عالى على كلامها أو بمثابة الحاشية على المثل، بمعنى أن هناك شيء قبل السؤال هذا. نعم. الذي يريد أن يقول إذا كان هناك خالق للكون فمن الذي خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا سبحانه، ينبغي أن ينبني على سؤاله هذا أنه أقر بأن التسلسل غير موجود، أن هناك بداية لخلق الكون. فإذا أقر أن هناك بداية لخلق الكون فلا يتأتى أن يكون الموجد لهذه البداية له موجد، لا يمكن، لأن يكون الرب الذي أوجد هذا الكون بحاجة إلى موجد. أما إذا قال لا أنا أؤمن بالتسلسل ولكن سألتكم من باب التعجيز، نقول هذا سؤال مغالطة منطقية، هذا سؤال قفز. تريد أن تسأل، تعال نتناقش أولا هل التسلسل صحيح أو خطأ. نعم. فإذا كان التسلسل صحيح من وجهة نظرك واستطعت أن تثبت هذا، سنستغني عن سؤالك الثاني وتصل بذلك إلى الإلحاد. أما إذا أفضل نقاش إلى إيقاف هذا التسلسل والكلام بأن الكون له بداية، فحينئذ سيصبح من المستحيل أن يكون الموجد الأول للكون بحاجة إلى من يوجده، وإلا ما كان الموجد الأول. ثم لما تسأل ما البديل لهذا الطرح، طيب ما هي نهاية التسلسل، يقول أقصى ما توصلنا إليه الانفجار العظيم. طيب ما المخلوقات ما قبل الانفجار العظيم، من الذي أوجد الخلايا أو المكونات التي حصل بها الانفجار العظيم، بينج بانج؟ تجده يقول لا، العلم إلى الآن ما توصل إلى شيء في ذلك، العلم إلى الآن ما توصل، فهو متوقف. نعم. الأدلة العقلية تنفي أن يكون هناك تسلسل، لابد أن تأتي لحظة يكون فيها ما قبلها لا يوجد عالم، أي لابد للعالم من بداية، الأدلة العقلية تقول ذلك. فمن أراد أن يدفع الأدلة العقلية بأدلة متعلقة بالعلم التجريبي عليه أن يأتي بدليل تجريبي، إن صح حتى مقابلة الأدلة العقلية بالتجريبيات. تعالوا يا تجريبيين، ما دليلكم الذي يضحض الحجة العقلية؟ يقولون لا، نحن إلى الآن ما اكتشفنا، لكن احتمال لا يضحض به دليل عقلي. نعم. طيب السؤال اللي ورد لحضرتك عن لقائك بالأصدقاء الملحدين بالأمس والذي استمر حتى وقت متأخر، وواضح أن نشر صور كان فيهم بنات. نعم، كانوا شباب وبنات، فيهم بنات محجبات وفيهم بنات غير محجبات، والتي محجبة ملحدة من الناحية الاجتماعية. نعم. يعني مراعية للهيئة الاجتماعية في بلادها، وكان فيهم بعض الفتيات غير محجبات، وشرعا لا تطالب الآن بالحجاب لأنها غير مكلفة، هي الآن غير مسلمة، يعني تريد أن تدخل الإسلام أولا. فلما انتهينا الشباب والفتيات طلبوا أن نتصور معا فتصورنا. نعم. النزول، أنا لا أقصد السائل طبعا، النزول إلى مستوى الخروج عن حجم المشكلة، عن القضية الكبرى، للوصول إلى قضية تصور شيخ تصور مع بنت متبرجة، يعني صعب حتى. نعم. أن تعلق على هذا، يعني رأيت أيضا من علق على مولانا الإمام العلامة الشيخ علي جمعة أن فتاة قالت أتصور بجانبك، يعني هل تصورت بجانبه أو بجانبنا في حالة عناق؟ ده كانت صورة في الحج، كانت ممثلة في الحج، يعني أقصد. نعم. المبدأ أنا، هل كانت الصورة فيها وضع مخل شرعا أم إنسان يقف بدون التصاق مع إنسان آخر؟ فالنزول إلى هذا المستوى من المعركة أو الحرب، يسامحني من يحاول أن يقوم به، أنا أحترمك كإنسان، لكن لن أحترم نفسي أن نزلت إلى هذا المستوى من المحاكاة. طيب أهم ما دار في لقائكم امبارح يا سيدنا، يعني كأنني أوجزت ذلك في الفاصل الماضي. نعم. يعني أترك، هي كانت جزء من الحلقات
اكيد يعني الحوار هي نفس الاسئله. نعم, بشكل موسع اكثر, لا سيما وانه ليس امام شاشه التلفاز والاعلام, فكان هناك شعور بالاريحيه في طرح الموجود. كما قلت لك كان هناك تفاوت, هناك من خاضوا في الامور العقليه, هناك من خاضوا في الامور المتعلقه بالجوانب الاستشكالات التاريخيه في السيره وما بعدها, هناك من خاضوا في الاستشكالات الشرعيه. اقل منهم جدا من جاءوا بغير رؤية لها علاقة بالفكر, بل جاءوا بنقمة على الواقع كله, حتى يعني كأن مجتمعنا كل هذا تافه وليس وشيء, والجنة هناك في الغرب, لكن هؤلاء أقل يعني. الجميل في المجلس أنه أثناء النقاش كان أحد الشباب يعني ربما بحكم الألم الذي يعانيه مما يعني يقابلون به, كان مندفعا في النقاش, فعندما يجاب عليه بتسلسل عقلي أو منطقي كان يرفض ويناقش بعيدا عن ذلك. الذي لفت نظري واحترمته أن بعض الشباب الذين يعتبرون أنفسهم ملحدين هم الذين تولوا الرد, قالوا لا, الرجل ناقشك ودليله منطقي وقوي, الذي تقوله أنت هو ليس بمنطقي. الله. معنى هذا أن هؤلاء الشباب يحترم فيهم من يحترم عقله وعقول الذين يخاطبونه, فيهم من يحترم البحث العلمي الصحيح المؤصل, وهؤلاء بغية. وأكرر, من لم يتعدى على المقدسات ينبغي أن نستوعب حقه في أن يبحث. نعم. من تعدى على المقدسات هنا يأتي ما ينبغي أن يؤاخذ به, ما ينبغي أن يوقف عند حده, لأن هذه حدود التعبير عن الرأي عندنا. نعم, الهدايا بقى في ختام هذه الحلقة, عايزين هديتين من حضراتكم للسادة المشاهدين ونحن على أعتاب رمضان. إيه الهدية اللي هتقدمها للسادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا, ياخدوا إيه معهم في رمضان؟ ايه الصور القرآنية اللي يقروها؟ احلى الساعات اللي يخلو فيها الى بدل الى شياطينهم الى ربهم الاعلى يعني. والله الهدية يعني ارسلها رب العالمين. الله. ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد. نعم. وهذه لا يستهان بها, يعني الكريم والجواد والحليم, مالك الملك, قيوم السماوات والأرض, من بيده خزائن الجود والكرم, يعلم الإنسان أن هناك لحظة معينة عندما يسدى الستار على يوم الصيام ويهم الإنسان بكسر الصيام وتناول الإفطار, في هذه اللحظة الفارقة الدقيقة له عند الله تعالى هدية. فإحنا قدام 30 هدية يومية متكررة, بس الإنسان هو بيتناول رشفة الماء والتمرة يطلب من الله تعالى طلب. للصائم عند فطره دعوة لا ترد, وهو ده السر في إنه ربنا تبارك وتعالى جاء بآية الدعاء في وسط آيات الصيام, فيقول سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, الآية, ثم بعدها مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, ثم رجع القرآن بعدها يكمل الكلام عن الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الله, يعني آية عن الصيام ثم في المنتصف كلام عن الدعاء ثم رجع الحديث القرآني للصيام. ليه؟ إيش معنى؟ إيه اللي جاب آية الدعاء وسط آيات الصيام في منتصف آيات الصيام؟ أن هدية الصائم في الحقيقة في أنه يكون على حال مرضي عند الله يقبل فيه الدعاء من مثله. وكمان العجيب إيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, ويقول ربنا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. محل الصيام إيه من رمضان؟ النهار, من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, ثم بعدها آية الدعاء, ثم بعدها: أحل لكم ليلة الصيام. يعني آية بتتكلم عن الصيام اللي هو في النهار, ثم الدعاء, ثم آية تتكلم عن ليل رمضان. يعني كأن آية الدعاء جاءت في الحد الفاصل ما بين أحكام الليل والنهار, التي هي لحظة كسر الصيام ولحظة في هذا التوقيت. وأنا يعني أنصح السادة المشاهدين أن يكثروا من الدعاء, من المناجاة لرب العالمين, إنه لحظة الفطر تكون لحظة وقفة عند أول ما يتناول رشفة الماء أو التمرة. الله. أن تكون لحظة وقفة نتعاهد عليها جميعا ونتوجه إلى الله تعالى جميعا في تلك اللحظة بدعوة خالصة وصالحة. وأنا أرجو منهم يعني بما أتاحه الله تعالى من الهدايا في هذا الشهر, أرجو من المشاهدين الكرام جميعا
أن يجعلوا تلك اللحظة ولو في العشرة أيام الأولى هدية منهم ترسل إلى مصر. الله. وأن يخصص الدعاء لمصر. الله. أن, 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 أن يفيض الله تعالى عليها في تلك الأيام الكريمة الممجدة القدسية، أن يفيض الله تعالى على مصر في تلك الأيام السكينة والمرحمة واللطف والفرج والغنى والكرم والجود، وأن يبسط الله تعالى فيها معاني الألفة والسكينة، وأن يجمل الله تعالى الأخلاق وأن يكثر الأرزاق. فيا جماعة، ما أخبركم به أن هدية الله المبذولة لكم قبول الدعاء منكم، فأكثروا من الدعاء لمصر في تلك الساعات الكريمة يا رب. سيدي، حتدلونا على هدية من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر؟ أؤكد على كلام سيدي الشيخ أسامة، كنا نسمع من المشايخ أن هناك أربعة أوقات ينصح بالاعتناء بها بشكل خاص، بالدعاء الذي ذكره، بالتلاوة، بتطهير القلب، قبل المغرب ولو ربع ساعة قبيل الغروب هذا، والاستغفار فيها مطلوب. وقد يعني حبذنا النبي صلى الله عليه وسلم من الاستكثار أيضا من أربعة أشياء، في حديث ورد عنه صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله، الاكثار من لا إله إلا الله، الاستغفار، سؤال الله الرضاه والجنة، والاستعادة به من غضبه والنار. الوقت الأول قبل المغرب، حرص إما أن تكون تشاهد مجلس علم في التلفاز أو تقرأ في كتاب علم، أو تشتغل بالاستغفار والذكر وتلاوة ما تيسر من القرآن، ثم عند غروب الشمس تشتغل بالدعاء. فالوقت الأول قبل الغروب. الوقت الثاني بعد الغروب، عندما تأكل اقتصد في الأكل وتهيأ للتراويح، بمعنى من إفطار إلى بعد صلاة التراويح حاول أن تنشغل بما يقربك إلى الله. يعني الوقت قد مر، لكن ليت إخوتي في وسائل الإعلام يعتقون الناس من المسلسلات ولو في وقت التراويح. نعم. للأسف وقت التراويح هو وقت الذروة أصبح. أيوة. وهذا يعني هذا سامحوني في شياطين الإنس يدخل تحملوها مني. الوقت الثاني بعد المغرب. الوقت الثالث قبيل الفجر. نعم. ولو ربع ساعة قبل طلوع الفجر، يسمونه وقت السحر تجلي. الرابع بعد الفجر ولو ربع ساعة. فعندي قبل المغرب، بعد المغرب، قبل الفجر، بعد الفجر. يعني الهدية أن نعتني بهذه الأوقات، أن تكون قلوبنا فيها مع الله عز وجل. كل عام وحضرتك بخير. الله يرضى عنك. وبصحة وعافية، وحنستمتع بيك في رمضان زي ما أنا استمتعت بيك. أتمنى تنتقل هذه المتعة إلى السادة المشاهدين. سأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء، ويجزي إخوتنا من فريق الإعداد والذين قاموا وتعبوا منا. نعم. وأيضا من صوروا ومن خدموا ومن إضاءة، كل الزملاء وكل المرافقين والزملاء اللي كانوا في الإعداد من طرف حضرتك. الأخ مصطفى الذي كان ينبهنا في أوقات الصلاة، والأخ محمد الذي كان يكرمنا بالشاي والقهوة. فريق جميل من أجمل ما يكون. زميلي محمد فتح وزميلي حيف نوافي والجهود اللي بذلوها، وحيفني سافر محافظات والتقى، فبشكرهم جميعا، وبشكر عمر عزيز مخرجنا الجميل، وكل التعب يجعله في ميزان حسناتكم. لا عبيدة، لا عبيدة الدكتور محي الدين محمد مسعود، فريق ما شاء الله. لا عبيدة معتادة انها تبذل جهد جبار. عبيدة امير عبد المجيد بشكرها جدا طبعا، عبد الرحمن يحيى، وكل الزملاء الاعزاء. ما احنا لو ذكرنا الاسماء الناس تقرا التتر وندعي لهم بعد كده. دكتور اسامه، عفوا سيدي، والشيخ اسامه الذي تكرم علينا بثلاث حلقات ناقش فيها المنحى العقلي والدور الازهري. اربع حلقات التي اكرمنا فيها بمناقشه. نعم. الدور الازهري، وثلاث حلقات عن منحى العقل. نعم. وفضيله الدكتور علي جمعه الذي الامام العلامه اكرمنا بحضوره. نعم. انا كان فضيله الشيخ سعيد فوده اراد ان ياتي، لكن حصل اختلاف في الوقت. معلش، وله الشكر كثير، والحوار ممتد. يعني نحن بدانا فقط. يعني دعواتك يا مولانا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أنزل السكينة على مصر وأهلها، واجمع من شمل أهلها ما تفرق، وافتح لهم بركات من السماء والأرض. اللهم جمل أخلاقهم ووسع أرزاقهم. اللهم وإنا نسألك أن تلطف وأن تعجل بالفرج على عبادك المستضعفين وعلى المكروبين في بلاد الشام وفي العراق وفي برما وفي فلسطين وفي ليبيا وفي اليمن وفي مالي وفي نيجيريا وفي أفريقيا الوسطى، وعلى كل إنسان على ظهر الأرض لحق به ألم أو ضرر. اللهم إنا نسألك لهم الفرج العاجل واللطف القريب، ونسألك اللهم أن تجعل أيام رمضان ولياليه أيام نور وبصيرة وسقيا وعطاء وإمداد وتجلي وفيض وجود وكرم،
ونسألك اللهم أن تجعلنا فيه من المقبولين. ومن سيدنا الشيخ أيضا دعوات مباركات يا مولانا. اللهم حقق ذلك وبلغنا ما هنالك، اللهم واجعل هذه الساعة ساعة رضا وقبول، اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعلنا ممن ارتضيتهم فيه للجلوس على بساط الأنس في حضرات القدس في مخاطبتك ومناجاتك وتأمل وتدبر كتابك. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء وطلقاء ونقذاء وأسراء وأجراء وأمناء من النار، فاجعلنا اللهم ووالدينا وأهلينا ومشايخنا ومعلمينا وأحبتنا هؤلاء والمسلمين أجمعين من عتقائك وطلقائك ونقذائك وأسرائك وأجرائك وأمنائك من النار. اللهم إنا نسألك الرضا من حضرتك وفائضات هذا الرضا، حتى لا تبقي لنا نفسا من الأنفاس، ولا خاطرة خطرة من خطرات النفوس، ولا خفقة من خفقات القلوب، إلا وقد زدنا فيها تنورا، أزدتنا فيها نورا وبهجة وسرورا. اللهم وعد بعوائد هذا الشهر على مصر بالخير والخيرات والمسرات والمحبة، وأزل ما نزل بالقلوب من ضغينة ومن خلاف ومن سرعة، واجمعهم على حقائق الصدق في خدمتك أو خدمة دينك وخدمة بلادهم. اللهم وانظر في هذا الشهر إلى إخوتنا في بلاد الشام نظرة من عندك، ترفع بها البلاء الذي طال أمده، وتتداركهم فيه بالتدارك من عندك. إخوتنا في بلاد العراق قد أضناهم ما نزل بهم في السنون التي مضت، إخوتنا في ليبيا وفي الصومال وفي السودان وفي أفغانستان، في شامنا وفي يمننا وفي بلادنا يا رب العالمين. اللهم فرج عن الأمة واكشف الغمة، وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان. اللهم وكل مظلوم من خلقك مؤمنا كان أو كافرا انظر إليه بعين الرحمة وفرج عنه ورد الضال وهده وقربه برحمتك يا أرحم الراحمين. واجز عنا أخانا خير خير الجزاء، وبارك له فيما هو فيه من سعي، واجعلنا وإياه من المخلصين لك في ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهدي ثواب الفاتحة إلى شهداء هذا البلد، شهدائنا أجمعين وأمواتنا وأموات المسلمين، لهم منا الفاتحة. يوم الدين يا رب العالمين، صراط الذين أنعمت. سيدي انتهى الوقت، لكن جملة واحدة، لا تنسوا من الدعاء والسؤال أمهات الضحايا والشهداء، لأنهم اعتادوا في أول ليلة من ليالي رمضان إذا غربت الشمس وجاء وقت الإفطار أن تكون الأرملة مع زوجها والبنت مع أبيها والأم مع ولدها. نسأل الله أن ينزل على قلوبهن السكينة والرضا يا رب. بشكركم تاني جدا، لك جزيل الشكر، بشكركم. مش حاضر أخرج بدون ما أهني الجزائر. الجزائر الحمد لله طلعت الدور التاني، مبروك للشعب الجزائري. الفرحة اللي عند الشعب الجزائري فرحة لينا، ألف مبروك. عندهم مباراة هيقابلوا ألمانيا معلش في دور 16، كرة لعبة بتسعد الشعوب. احنا فرحانين إن في دولة عربية شقيقة فرحانة النهاردة، بنقول لهم ألف مبروك وكل سنة وهم طيبين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وبكرة حلقة جديدة إن شاء الله من ممكن، فإلى اللقاء.